خلص نغطى في انا نازل اجيب الدكتور. كثر خيرك يا اخي، والله ما بتعرف معنا شو بدي اعمل. ومين هذا الرجال؟ واحد جارهم بالحاره. ابوكي كان غيور كثير وشكاك، اصلا كان حاطط واحد يراقب البيت. امك كانت صغيره وغشيمه ما بتعرف تعمل شيء. انت كان عمرك شهور، ارتفعت حرارتك وزرقيتي. امك ما عاد عرفت شو بدها تعمل، راحت دقت على باب الجار بدها دكتور. ابوكي كان اجا وقام عمل عملته السودا، فات لعندك على الغرفة لقاكي مزرقة، حس بغلطه. بس بعد شو انحبس شوي وبعدين طلع، اعتبروه قضية شرف. يعني امي انقتلت مظلومة؟ اي والله مظلومة يا عمتو. يا حبيبتي يا امي الله يرحمها. الله يرحمها. بتعرفي عمتي انا كثير مشتاقة لامي. اي صح انا ما بعرفها ومو شايفتها، بس هيك احيانا بيجي عبالي شوفها مرة وحدة بس، وضمها وقول لها إني كثير بحبها. حبيبة قلبي يا عمتو، وأنا كمان بحبك. أنا كمان أمي. يا حبيبة قلبي لا تبكي، لا تبكي، لا تبكي. أنا أمك ما تبكي. شرف صبيح. ديناري.